الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم السابع من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 171 للشهداء تنيح الأب المغبوط البابا ديوسقورس البطريرك 25 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد بالإسكندرية وتعلم بمدرستها اللاهوتية وأظهر نبوغا عظيما في دراستها، فأعجب به القديس كيرلس الأول البطريرك 24 من بطاركة الكرازة المرقسية وعينه سكرتيرا خاصا له. وهذا المنصب العظيم لم يشغل القديس عن الدرس والاطلاع، بل كان يبحث في مؤلفات الأباء. جلس هذا الأب على الكرسي المرقسي يوم 2 مصر سنة 160 للشهداء خلفا للبابا كيرلس الأول عمود الدين، وقد ساد السلام في الكنيسة في الخمس سنوات الأولى من بابويته في عهد الملك الأرثوذكسي ثيودوسيوس الصغير. رأس البابا ديوسقورس مجمع أفسس الثاني في أغسطس سنة 449 ميلادية غربية، وبعد أن سمع المجمع اعتراف أوطاخي كتابة وشفاهة وإقراره بإيمان أثناسيوس وكيرلس المستقيم ورفضه ما ادعاه سابقا من أن الناسوت امتص في الله، وبعد أن أعلن توبته وإيمانه بأن في المسيح يسوع طبيعة واحدة من طبيعتين، أقر المجمع قبول توبته وإعادته إلى درجته وديره، كما حكم المجمع بحرم فلابيانوس أسقف القسطنطينية وستة أساقفة معه بسبب أراءهم النسطورية التي تقول بوجود طبيعتين للسيد المسيح. بعد الاتحاد اتحد فلابيانوس مع لاون أسقف روما ضد ديوسقورس. عقد القديس ديوسقورس مجمعا بالإسكندرية حرم فيه لاون أسقف روما لأنه تمسك بأفكار فلابيانوس النسطورية. مات الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 450 ميلادية غربية، واعتلى الكرسي ماركيان الذي تزوج بولشاريا أخت ثيودوسيوس الصغير، وكان يميل إلى أفكار نسطور، كما كانت بولشاريا مشهورة بالمكر والدهاء، وكانت تخشى قوة ديوسقورس وتعمل على ضعف مركزه. انتهز لاون فرصة اعتلاء ماركيان لكرسي القسطنطينية وبعث إليه برسالة يشكو فيه ديوسقورس الذي حرمه ويطلب فيه عقد مجمع لمناقشة الإيمان من جديد. رد عليه ماركيان بإعاز من زوجته بولشاريا بأنه مستعد لعقد المجمع، فعقد اجتماع تمهيدي بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية حضره البابا ديوسقورس. حاولوا الضغط على ديوسقورس لكي يوافق على رسالة لاون التي تثبت الطبيعتين بعد الاتحاد، فقال ديوسقورس في جراءة: إن اعتقاد الآباء ينبغي ألا يزاد عليه أو ينقص منه، وإن المسيح كما علمنا الآباء واحد بالطبع والفعل والجوهر والمشيئة، وإن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو كاتحاد النار بالحديد. وكانت النتيجة أن تهجمت الملكة بولشاريا الشريرة ومدت يدها وصفعته صفعة شديدة، ثم انهال عليه بعض رجال القصر وأوسعوه ضربا حتى اقتلعوا ضرسين من أضراسه ونتفوا شعر لحيته، أما هو فبقى صامتا وهو يقول: من أجلك يا رب نمات كل النهار. ثم جمع الضرسين مع الشعر وأرسلهم إلى شعبه بالإسكندرية مع رسالة يقول فيها: هذه نتيجة جهادي من أجل الإيمان. بعد هذا عقد مجمع بأمر الملك ماركيان في مدينة خلغدونيا القريبة من القسطنطينية سنة 451 ميلادية غربية، واستخدموا فيه الضغط والإرهاب ضد ديوسقورس والأساقفة الأقباط. وقد ثبت في الجلسة الأولى منه سلامة موقف ديوسقورس، فرفعت الجلسة على أن يعود المجمع للإنعقاد بعد خمسة أيام،
ولكن بعد 3 أيام تم عقد جلسة حضرها نواب أسقف روما وبعض الأساقفة المواليين له، ومنعوا ديوسقورس من حضورها بأن وضعوا حراسا على مقر إقامته ولم يحضرها أيضا نواب الملك والقضاء. وفيها أقر إيمان لاون بالطبيعتين والمشيئتين للسيد المسيح، وحرم ديوسقورس غيابيا. طلب ديوسقورس قرار المجمع، وبعد أن قرأوا على أساقفته وإذ وجده مخالفا للإيمان السليم كتب عليه بخط يده حرما لهذا المعتقد وكل من يعتقد به، ثم أرسلوا إليهم. ولما رأوا الحرم مكتوبا عليه غضبوا وأرسلوه إلى الملك ميركيان الذي غضب وأراد قتل ديوسقورس، ولكنه إذ أدرك خطورة تنفيذ ذلك عدل عنه واكتفى بنفيه إلى جزيرة غاغرة حيث مكث بها نحو 5 سنوات يعلم ويشفي المرضى حتى انتقل إلى عالم المجد سنة 454 ميلادية، ولقبته الكنيسة ببطل الأرثوذكسية. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1200 للشهداء تنيح البابا يؤنس الثاني عشر البطريرك الثالث والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب في بلدة نقادة، فرباه أبواه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق إلى السير الرهبانية فذهب إلى دير العذراء المعروف بالمحرق وترحب فيه ونمى في الفضيلة والزهد، فرسموه قصا. وعند خلو الكرسي البطريركي بنياحة البابا ميخائيل الرابع وقع اختيار الأساقفة والشعب على هذا الأب، فرسموه بطريركا باسم البابا يؤنس الثاني عشر يوم 23 برمودا سنة 1196 للشهداء. فلما جلس على الكرسي المرقسي رعى الشعب المسيحي أحسن رعاية، وقام على الكرسي 3 سنوات و4 أشهر معلما ومفسرا للكتب المقدسة باستقامة. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام ودفن بكنيسة العذراء بابلون الدرج بمصر القديمة. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة رفقة وأولادها 5 أغاثون وبطرس ويوحنا وآمون والطفلة آمونة في عهد دقلديانوس سنة 303 إلى 305. كانت هذه الأسرة من بلدة قامولة مركز قوس، ولما سمعوا أن دقلديانوس أمر باضطهاد المسيحيين وأغلق أبواب الكنائس أقاموا الليل كله يصلون طالبين من السيد المسيح أن يرحم شعبه ويرفع عنهم الشر. وبينما هم يصلون ظهر لهم ملاك الرب يعلن لهم أنهم سينالون إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح، ففرح القديسون بهذه الرؤية وأقاموا باكرا وفرقوا أموالهم على المساكين وعتقوا عبيدهم، ثم أتوا إلى مدينة قوس واعترفوا بالسيد المسيح أمام ديونيسيوس القائد، فعذبهم عذابا شديدا مبتدئا بأمهم التي أثبتت صبرا واحتمالا وكانت تقوي أولادها وتصبرهم على العذاب. ولما تعب من تعذيبهم أشار عليه الذين حوله أن يرسلهم إلى الإسكندرية لئلا يضلوا الناس في بلادهم، وذلك لأنهم كانوا محبوبين وقد آمن بسببهم كثيرون واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا كليل الشهادة. حمل الجند القديسين إلى أرمانيوس والي الإسكندرية، وكانت موجودة ببلدة يقال لها شبرا بالقرب من دمنهور. ولما عرف قصتهم عذبهم عذابا شديدا بالهمبازين، ثم ألقاهم في خلقين فيه زيت مغلي. وفي هذا جميعه كان السيد المسيح يقويهم ويقيمهم بلا فساد حتى تعب الوالي وجماعته، فأمر أن تؤخذ رؤوسهم بالسيوف وتلقى أجسادهم في البحر، فقطعت رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة ووضعوا أجسادهم في زورق لكي يلقوها في البحر. فأرسل الرب ملاكه لأرخن من نقرها وهي قرية بالقرب من دمنهور،
وعلموا بأمر الأجساد وأمروا أن يأخذها. ففرح الرجل وذهب إلى حيث الأجساد وأعطى الجند أموالا كثيرة وأخذ الأجساد ووضعها في الكنيسة، وقد أظهر الله منها آيات وعجائب كثيرة. ولما عم الخراب قرية نقرها نقلت الأجساد إلى بلدة أخرى تسمى ديبي، ولما خربت هي الأخرى كان بها راهب قام بنقل الأجساد إلى مدينة سنباط، وبنيت كنيسة باسم القديسة رفقة وأولادها الخمسة، وما زالت الأجساد باقية حتى اليوم. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 121 للشهداء تنيح الأب القديس سوريانوس اسقف جبلة ببلاد اليونان، وكان هذا القديس قد تثقف بعلوم كثيرة، وبعد نياحة والديه أخذ أمواله وبنى بها دارا لضيافة الغرباء ووزع الباقي على الفقراء. ولما وصل خبره إلى الملك أونوريوس أعجب به ودعاه إليه وجعله معه في القصر، ولما رأى القديس إكرام الناس له خشي أن يضيع تعبه، فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى جبله، وهناك سكن في دير يرأسه راهب قديس. ثم جدد له الملك سيودوسيوس ديرا آخر أقام فيه وصار معزيا لنفوس كثيرة مداوما على تعليم الرهبان حتى صاروا قديسين كالملائكة. وقد أجرى الرب على يديه آيات كثيرة، منها إخراج روح نجس من ابنة والي جبلة. وقد رأى أسقف جبلة رؤيا بأن القديس سوريانوس سيجلس على كرسيه من بعده، فعلم بها شعبه، وبعد نياحته رسموه أسقفا عليها، فاجتهد في رعاية شعبه حتى آمن على يديه كثيرون من اليهود الوثنيين والصحراء، وقد كتب مقالات وميامر ومواعظ مفيدة. ولما شاخ وبلغ عمره 100 سنة ظهر له ملاك الرب وأعلموا بيوم انتقاله، فأوصى شعبه وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.